من وقت للتاني والأسباب مختلفة ممكن بعض الحيوانات تتعرض للانقراض. بعضها ممكن ينقرض في مدينة، في بلد، أو في دولة معينة، أو حتى على مستوى العالم. تعرف إيه عن قصة انقراض النسر الجزيري الأبيض؟ وتعرف إزاي رجع للحياة؟ طب سمعت عن طائر الكبر كيلي النادر؟ كل دي طيور أو حيوانات انقرضت ورجعت تاني. إزاي ده حصل؟ ده اللي هنعرفه سوا في فيديو النهاردة. أهلا بيكم في أرض العجائب، وفيديو جديد هنتعرف فيه على 5 أنواع أو حيوانات انقرضت ورجعت من جديد. دلوقتي تقدر تتابع حساباتنا على اليوتيوب والفيسبوك وتيك توك من خلال الروابط اللي موجودة في الوصف، وادعم الفيديو بإعجاب ومشاركة، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ مع النسر الجزيري الأبيض. أكبر طيور جارحة في المملكة المتحدة، والمعروفة بطول جناحاتها اللي بيوصل لتقريبا 2.4 متر. اتلقبت بنسور الأطباق الطايرة بسبب ضخامة حجمها، لكن بسبب حجمها الكبير بتحتاج لمساحات كبيرة ولطعام كتير. ومع قلة الموارد دي واضطهاد الصيادين ليها، انقرضت في المملكة المتحدة سنة 1916. عشرات المحاولات اللي فشلت لإعادتها في الخمسينات والستينات، لكن في سنة 1975 بدأ مشروع إعادة توطينها تحديدا بالاستعانة من طيور جاية من النرويج. وفي سنة 2007 عمليات توطين جديدة من اسكتلندا. وأخيرا في 2019 تم إطلاق سراح 25 نسر أبيض في جزيرة وايت، وتم الاحتفاظ ب 45 آخرين. النهاردة وصل عددهم ل 140 زوج بالغين، وأكثر من 100 نسر لسه ما وصلوش لسن البلوغ. ومن النسر الجزيري الأبيض لطائر كبر كايلي النادر. الكبر كايلي موطنه الأساسي اسكتلندا، إلا إنه عانى من سوء حظ متكرر. في القرن 19 ومع بداية إزالة الغابات اتعرض للانقراض. هو فعليا انقرض جوه المملكة المتحدة، لكن تم توطينه من جديد من طيور جاية من السويد. الكلام ده حصل سنة 1847، وبعد ما وصلت أعدادهم لأكثر من 20,000 في السبعينات بدأت الأرقام تقل بشكل ملحوظ. تقريبا وصلت أعدادهم للنص في 25 سنة التانيين. وبسبب الإهمال وعدم توافر الأكل والظروف المناسبة للإزدهار، مش باقي حاليا غير 150 طاير بس. وبناء على تحذيرات جمعيات الحفاظ على البيئة، هينقرضوا تماما على مدار العشرين سنة الجاية. وقبل ما نتنقل للحيوان التالي، خلينا ناخد لمحة عن البيسون الأوروبي. البيسون أو البيسون اللي تقريبا انقرض في العالم كله مش بس في أوروبا، كان تعرض للانقراض من حوالي 1200 سنة. النهاردة في خطة قيد التنفيذ لإعادة توطينه من جديد في إنجلترا، وبالفعل أطلقوا أول 4 حيوانات مؤخرا، لكن لسه نجاح الخطة مش مؤكد. تفتكر هينجو لوحده وهيزدهر ولا لا؟ جاوبني في التعليقات. أما الخنازير البرية فتعتبر من أكثر الحيوانات اللي عانت من الصيد في القرن 13 في المملكة المتحدة. ومع قرب تعرضها للانقراض، نجحت بعض الجمعيات المؤمنة بأهمية وجوده للتوازن البيئي إنها تحافظ على أعداد كافية لبقائه لحد النهاردة. حاليا موجود 4000 خنزير بري في أماكن مختلفة في المملكة المتحدة.
نفس المعاناة عاشتها طيور البيتر من النادر، الطيور اللي كانت على وشك الانقراض مرتين. الأولى كانت في القرن 19 بسبب الصيد الجائر والتغيرات البيئية، وقتها تعتبر شبه انقرضت في المملكة المتحدة إلى أن تم إعادة توطينها من طيور أوروبا. وكانت أول مشاهدة طائر بيترن في إنجلترا سنة 1911 في نوفربورغ برودز، ومن وقتها استمرت الأعداد في التزايد لحين ما وصلوا ل 80 طائر سنة 1954. بس لا، القصة ما خلصتش. على مدار ال 40 سنة التالية تراجعت الأعداد من تاني، وفي 1997 كان كل اللي باقي 11 طائر بس. ساعتها اتحركت منظمات زي وايلد لايف تراست وسي اف بي بي واشتغلت على رفع منسوب المياه في الاراضي الرطبه اللي بيعيش فيها البيتر، ودي انسب ظروف تساعدها على النجاه والازدهار. وفعلا وصلت اعدادها في 2020 ل 200 طائر. وهنختم مع واحد من اهم انواع القوارض في المملكه المتحده، القندس الأوراسي أو كاستور فايبر، واللي انقرض في المملكة المتحدة في القرن 17. وعكس مشروع إعادة التوطين لنسل الجزيرة الأبيض، القندس الأوراسي قصة نجاته غامضة شوية. في 2001 وعلى نهر تاي في اسكتلندا اتشاف أول قندس أوراسي حي. إزاي هيوصل لهناك ومين أطلق سراحه؟ كلها أسئلة ما تجاوبش عنها. وفي 2008 وافقت الحكومة الاسكتلندية على الإفراج عن عدد منهم، وفي 2016 أعلنت الحكومة عن نجاح المشروع. وبكده تم إعادة توطين أو إحياء خمس أنواع مهمة من الحيوانات والطيور اللي بتعيش في المملكة المتحدة. أتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت بمعلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو.